يطلع لخفيه. هذه مقصودة لك يا غازي ويا بدر ويا لؤي الخليفة حبيبي. ترى الوضع ايزي ايزي يا عزيزي. المبلغ 300 لاري بعادل تقريبا 450-470 يعني حوالي 500 ريال سعودي. انصحكم فيها جدا جميلة وناسة وجو وثلج ومطر. امسك الكاميرا بعد. جميلة جدا. هذه من جبال القوقاز في جورجيا. الوضع ايزي والله. مطر وثلج صادع وجهنا. الحمد لله الحياة حلوة. الحياة جدا جميلة. طبعا عندنا اصحاب ينتظروننا عشان يصوروننا بعد. التصوير تحصل عليه بعد 3 أيام على موقعهم. هللويا. قدوك. والله الحياة سادي. شوفوا بس شيك دا شيك الله كرام. It's not so far away. There is a beautiful thing down there. Smiling.